اليوم ان شاء الله غنصاوبو التورتيه. عندنا 3 ديال لي كابس ديال الفرينه، عندنا كاب ديال الماء، معلقه صغيره الملحه، باكيه ديال 7 غرام ديال الخميره الحلوه، 4 كاب ديال الزيت. دابا غنديرها في واحد البلاستيك ونخليها تستراح. نخليهم يتصارحوا شويه تاني باش يطيحوا، باش يجوني ساهلين في التقراص. السم يكون رقاق.